يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أسافر إلى خارج المملكة للتجارة والدعوة إلى الله، وأحيانا أحتاج للسفر بطائرات أجنبية تقدم فيها الخمور للركاب. سؤاله هل أنا آثم في ذلك، وهل هناك ضابط في الحاجة للركوب في هذه الطائرات؟ هناك طائرات ليس فيها خمور، أحجز فيها، لا تحجز، لا يجلس المسلم على مائدة يدار عليها الخمر، لا تحجز في طائرة فيها خمور وهناك طائرات ليس فيها خمور، اسأل قبل تحجز. نعم.